قد ذكر حافظ أنه لا يجد تعمد تغيير المتن بالنص المرادف إلا لعالم. فيتحدث الآن عن مسألة حكم رواية الحديث بالمعنى، وهذه مسألة خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول لا تجوز رواية الحديث بالمعنى، أنك تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، فيجب عليك رواية الحديث باللفظ. وقول الثاني لأنه جائز، لأن هذا فعله الصحابة والتابعون وكثير من الأئمة، لأنه كما قال جماعة من الأئمة لو لم تجد رواية الحديث بمعنى لهلكنا، ولم تجد رواية الحديث بمعنى لهلكنا يقول، ولأن الناس يحتاجون للرواية بالمعنى. ولكن هذا لا يجوز إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون لعالم بما يحل المعاني، لأنه قد يستبدل لفظا عن لفظ، وهذا في واد وهذا في واد آخر. الشرط الثاني أن يفعل هذا عند تعذر اللفظ، إذا أمكن المجيء باللفظ فهذا هو المتعين. الأمر الثالث أن هذا لا يصح في الأذكار، لأن الأذكار لا تنفع فيها المعاني، ما تنفع فيها الألفاظ. الأمر الرابع أن لا يكون هذا في أسماء الله و صفاته، لأنه لا يجوز ذكر المرادف ولا المعنى في الصفات، لأنه تذكر اللفظ. ولأن كثيرا ممن روى بعض حديث الصفات بالمعنى فخلط، حين ذكر حديث خلوفة من الصين أطيب عند الله من ريح المسك أراد يروي بالمعنى، قال الحديث في شم الله، يرى أنه في تلازم فخلط في المعنى. فإذا تستصحب اللفظ حتى لا تخلط في المعنى، فما كل أحد يفهم هذه المعاني.